انجي منيب الكاتبة شايفة انه التدخل الرجل لا ده مش حب، ده تحكمات وخلاص بيتحكم على الفاضي، والرجالة شايفين انه هو حب زيادة، انت شايفة ايه؟ لا هما يشوفوا اللي يشوفوه، هو طبعا ان دل على شيء، يعني كلمة تحكم في حد ذاتها كلمة مستفزة، تبقى ازاي دليل على المحبة ولا دليل على تدي اي حاجة بوزيتيف؟ اوف كورس نوت. ايه التدخلات دي؟ شكلها ايه التدخلات دي؟ تقولي لا ما تتدخلش في ده، يعني انت زهقتني خنقتني. لا بصي، هو انا في رأيي طبعا يعني من غير ما تزعلوا، انا في رأيي ان الراجل كائن مش فاهم نفسه، يعني هو بيفلسف الدنيا على حسب مزاجه النهارده ايه. يعني لو بدأتي تهتمي بيه زياده يعتبر انه ده خنقه، لو بدأتي يعني نفس الشيء بياخده على الناحيتين. نيجي بقى هو بيتدخل، هو عايز يبقى ملم بكل حاجه، عارف كل حاجه، مش متحمل مسؤوليه اي حاجه، حاطط مناخيره في كل حاجه، ومش مش 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 شايل اي ريسبونسبيلتي في اي حاجه. فانا بشوف انه لا طبعا التدخل. منين حاطط مناخيره ومنين شايل ايده؟ يعني ازاي يعني زي ما عايز يبقى، ما هو تناقضنا كده يا انجي، تناقضنا. ركزي. لا لا تناقضنا ايه؟ لا 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 لا، يعني ده عايز يبقى مسيطر من بره بس ما يحاسبش على الفاتوره. بمعنى ايه؟ عايز يبقى لامم الدنيا كلها، يعني الامر امره، الشوره شورته، الدنيا بتلف في فلكه، بس في نفس الوقت عايز تعمل كده في فاتوره لازم تحاسب عليها. أيوة. في ريسبونسبيلتي لازم تشيلها. لا هو عايز يطلع منها بقى، ما انت بتشوريه برده الشوره شورته برده. ايه يعني؟ لا انا اساله اخد رايه، ده شيء طبيعي. امال احنا يعني when it comes to a couple ما طبيعي هتسالي ويسالك، تستشيريه وتستشيرك، بس انا بشوف لا، انا النماذج اللي بشوفها لا، القصه ما بتمشيش بهذه السلاسه، هو عايز يفرض رايه. في رجاله بتوصل لدرجه ان الست عشان تغير لون شعرها لازم ترجع له. نعم. وانت بتعمليه عشان مين؟ في فرق بين اساله واخد رايه، جميل طبعا. لكن هي لكن هي ما اقدرش اروح اغير لون شعري من غيره. ليه؟ انت بتعملي شعرك عشان تعجبيه؟ يعني تعجبي اصحابك ولا؟ لا ما بعملوش عشان اعجبه، لا طبعا، ما ده مفهوم خاطئ. لا 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 لا، ده انت داخله كده انت عارفه هي شككتني تعقيبا لكلام حضرتك. هي بس ثانيه واحده، عشان هي من النوع اللي هيقول لك ايه، انا لما احب اديك رايك اخد رايك هديهولك تقوله. ايوه. لا يا انجي كده هتبوظ لنا الدنيا. لا لا يعني هقول لك على حاجه، انا جوزي ازاي الراجل ما يزعلش؟ بس انا في لما شخصيته طاغيه في الجواز، انا جوزي شخصيته رهيبه، ومن النوع اللي بيحب يبقى اولويز اوير، يعني طيب. يعني هتتحركي من نقطه ايه لنقطه بي، يعني يحب يبقى عارف. وبتديله البرستيج. انا بديهوله. ده كونسنت بيني وبينه من غير ما نتفق. لكن هو مع انه انسان شخصيته قويه جدا وبيحب يبقى ملم بكل حاجه، ومش عايزه اقول انه جبروت يعني. لكن ما ده ما بتقولي لا خالص، يعني خالص. منين كده ومنين كده؟ لا ما انا بقول انت رابطه الاثنين ببعض. طب محمد عايز يرد عليك. انت رابطه الاثنين ببعض، وهل ان هو بيتدخل ان ده تحكم؟ لا. عشان يحدث توافق بين راجل وست لازم يبقى في تدخل. لا انا سالتك من الاول اهو. التدخل اساليبه كتير، مش معنى ان انا بشاركك كل امورك يبقى ده اسمه تدخل، ده حب، ده مشاعر، يعني دي طاقه بيديها الراجل للست عشان الست لازم. على فكره لا طبعا، يعني هو شكل كل امورك، يعني شكل كل امورك مدخل، يعني لازم يكون يتدخل في امورك، في شكلك، في الضوافر اللي هتعمليها، في الميك اب، لازم تكوني مناسبه ليه هو وللناس. لا لا انا بتكلم عامه شهر.